الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا واسلاما ومسلما محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه بيت سيدنا محمد وسيد الفضيله وعلى مقام محمود الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى اصحابه اجمعين. اخواني الاحبه الاعزاء الكرام، اذا هناك نقطه، نقاط عديده والدروس والعبر كثيره، ولكن اذا نحوصل في وقعنا اليوم حدث الاسراء والمعراج وذكرى نكبه فلسطين. على فكره منذ يومين هناك ذكرى يسمى بالنكسه، نكسه 67، وهي ليست بنكسه. كنا صغار عندما وقع هذا الحدث ونعرف شنو اللي وقع. خطباء زعماء الامه يناديوا بان سنلقي باسرائيل في البحر، اللي كانت شعوب تصفق لهم، واذا به اسرائيل تحتل ثلث مصر وسيناء والجولان وتحتل معناها القدس. يعني نكبات، نكبه ورا نكبه. تيودور هرتزل عام 98 والمنظرين كتبوا كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، وبقاوا يطبقوا فيه. الارض هذه يا اخواني افتحها عمر بن الخطاب، حررها صلاح الدين الايوبي، ثم هرتزل قال نعود الى التاريخ، نجعل فيها يعني لنا تاريخ رغم انهم سكنوا في اوقات وجيزه كما قلنا. ولكن سبحان الله مع ذلك داو يشريوا في الأراضي ويقدموا في الأراضي وكونوا عصابات الهجانة واشتار يعني عصابات مجرمة، صارت يعني جيوش في الجيش الإنجليزي فيما بعد، منهم بيجين ومنهم شارون ومنهم بيريز ومنهم شامير ومنهم الجماعة هذوما بتاعهم اللي صاروا قدر فيهم اللي خلا جوائز عالمية في السلام، وهم من أكبر مجرمين حرب الإبادة البشرية، وطبقوا معناها الشيء هذا وانتزعوا الاراضي وجرفوا معناها الاراضي واقتلعوا الاشجار والزيتون والنخيل والرمان والخبث والعنب، وهجروا السكان الاصليين وعملوا مجازر في دير ياسين وبحر المقر وحرقوا الاقصى، وتعرفوا جرائمهم عبر التاريخ. نكبه 48 و56 العدوان الثلاثي فيما بعد و67، ولكن جاءت حرب رمضان لما كبروا المسلمين ربهم، ما عادش يقولوا هاق كما 67، شنو هو هاق؟ ولا يقول والله اكبر. جاء الشيخ الغزالي والقرضاوي والشعراوي والشيخ كشف وغيرهم الدعاة في مصر، علماء الازهر، واحيوا الجهاد في قلب الامه. انتصروا في حرب رمضان، رمضان شهر النصر، شهر النصر في غزوه بدر وفتح مكه وكثير من الفتوح الاسلاميه. ثم بعد ذلك رب يقيد للامه حتى من قبل ثورات مقدسه جليله، ثوره القسام والاقصى والبراق. وتعرفوا ايش عملوا؟ مشاو السلطان عبد الحميد من قبل وساوموه، قالوا له اعطينا الارض ونملاو خزائن كبار، فرفض فسمموه وقتلوه. حتى عرفات اللي قعد معاهم في الاخر كما رفض حق العوده سمموه ايضا وقتلوه. قتلوا كبار القاده كما هو معلوم، حتى البلاد اللي جاوا لهنا في حمام الشط بجانب ضرب القياده هنا، وابو جهاد وخليل الوزير وغيرهم من القيادات، اسماعيل ابو شنب، احمد ياسين المجاهد، عبد العزيز الرنتيسي، يحيى عياش، فتحي الشقاقي، كم من شهيد. هؤلاء اعلام، ولكن مواكب الشهداء تترى. هؤلاء لا يعرفون الا الغدر والقتل والتصفيات، هم اللي اوجدوا الاجرام في العالم، هم اللي اوجدوا الافكار الهدامه القضيانيه والبهائيه والماسونيه والروتاري ولعبه اليمين واليسار والليبراليات الهدامه والعلمانيات المشتبه والماركسيات. لا الماركسيه تتحدث عليها دي هاجروها في روسيا والاتحاد السوفيتي 70 عام، والمويه والبولشوفيه والنازيه، وكلها افلست تهافتت هذه الاوراق كاوراق الخريف الصفراء تساقطت ورقه واحده ما زالوا ما جربوهاش. نعرفوها الافكار نتاعهم نتاع تروتسكي ودارون انجلز وغيرهم معناها، واحد يقتل واحد. لينين لما خذا الحكم بعد تآمر على ستالين وعلى تروتسكي، ودماء ملايين من العباد ماتوا من خلال هذه الافكار. شكون اللي اوجدها هذه؟ واغلبهم يهود تعاونت الصهيونيه العالميه مع الصليبيه العالميه، هذه القوى الشريره في العالم يتكلموا عن الارهاب. انا ارهاب، عرفونا بالارهاب، هات عرفونا اسود على ابيض، خلنا نعرفوا الارهاب. دي هما رمز الارهاب اللي قتل الشعوب البريئه في ناجازاكي وهيروشيما، مش هذا الارهاب في 6 اوت و9 اوت؟ هاو الارهاب اللي قتلوا 60 مليون ما بين الحرب العالميه
جراحهم وعملوا سوق أوروبية مشتركة وتوحدوا وتآلفوا. وين وزننا احنا؟ احنا العرب المسلمين اللي كل شيء موحد فيما بيننا، لغتنا واحدة، آلامنا واحدة، آمالنا واحدة، ربنا واحد، رسولنا واحد، قبلتنا واحدة، كتابنا واحد، على ما نتفرق. ما يوحدنا كثير، كما كان يفسر خويا ويحلل، نجيو نختلفوا في تأويلات، ليعذر بعضنا البعض، نعمل فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، علاش تكفرني ونكفرك وتفسقني ونفسقك، وتبدعني ونبدعك، على سهامنا تمشي في صدور بعضنا، يلزمنا نكون يد على من عدانا، بالله عليكم لو كان الحبيب معنا، ماذا يقول لكم؟ يقول لكم تفرقوا ولا توحدوا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدامروا وكونوا عباد الله إخوانا. رب العالمين يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أليس هذا قرآن الله إلى يوم القيامة؟ لماذا لا نفعل هذا؟ هذه الوحدة، إذا ضرورة وحدة الصف. أقرأوا سورة الصف يا إخواني، جبت لكم بعض أنا كما المرة الأخرى إن شاء الله، ثم خطبة الجمعة على سورة الصف أو موجودة إن شاء الله، اللي يحب يطبع عليها ثم بعد نعطيها للجمعية إن شاء الله. وأنا أدعو أخي أحمد إن شاء الله تقول تعمل سيدياج دروسك، تستحق أن تنشر في العالم وليس في تونس فقط إن شاء الله. ربي يبارك في إخوتنا الدعاة العاملين، ربي يجزيهم كل خير، ربي يمدنا بالصحة والعافية ويكثر من الدعاة. نحبوا دعاء جدد يا إخواني، كما إحنا مشايخنا مشاو انتقلوا إلى الجنة إن شاء الله، إلى رحمة الله، وتهناوا علينا واحنا صغار. كنا نرسم قدامهم الشيخ محمد صالح نايف، كنا نحكي لهم، أعطينا كرسي، قال لا ما تقعدش، أنا شاب أنتم كبار، وهو شيخ في 80 وقعد يوقف، وإحنا توا أنا قدم 60 أنا ونقعدوا على الكراسي. طبنا إحنا ثرينا من الاستبداد اللي شفناه، نحبوا نراو شباب جدد يجلسوا في هذا الكرسي وإحنا ما زلنا موجودين، باش نتهناوا على الأمة وعلى الدعوة في تونس وعلى وحدة صفنا إن شاء الله. احرصوا على التعلم بجد ايها الاخوه، علوم الشريعه وعلوم الحياه، وركزوا في الفيزياء والكيمياء والطبيعه، مش ما نقعدوش نتوسلوا ونستجديوا، نحبوا نقلوا اقتصاديا. شوفوا الاتراك معناها رغم المشاكل اللي يعملوا فيها ورغم العلمانيه الجائره 70 سنه، تحروا الان الحمد لله شيئا فشيئا وهي تعود الى الاسلام، وتحرت حتى اقتصاديا، خلصت ديونها ان شاء الله تونس هكا يعني بحول الله تخلص ديونها ويترفع شعبنا وشعوب العالم الاسلامي، وما فما كان الخير رب. شويه صبر، لو كان هؤلاء الذين يشاكسون يخليونا نخدموا بهدوء ونشوف الخير يجي باذن الله. ثم هؤلاء الاعداء الحقيقيون هم اللي نوجهولهم سهامنا، هم الصهاينه الذين يشيعون الفواحش في العالم، حذاري منهم. ثم الاعلام اخواني، وما ادراك ما الاعلام؟ نحب نختم ننهي بالكلمه هذه. الاعلام يقول السلطه الرابعه، هذا ما يروج الان. والله انا اعتقد يا اخواني انه السلطه الاولى، لانه الاعلام يؤثر في كل الشرائح، في الصغار والشباب والاطفال والنساء والكبار والمثقفين، وفي كل حتى في الرؤساء والوزراء والمجالس التشريعيه والتاسيسيه والقضاة والكل. الاعلام ينحت عقول الناس. شيخ شعراوي وشيخ الغزالي عندهم مقال يقولوا: لا يفل الحديد الا الحديد. الاعلام الهابط الاصفر، الاعلام العار، هذا ما تنجم تواجهه الا باعلام صامت، اعلام اسلامي طويل. ولذلك نطمح الى فضائيات قويه، مش فقط فيها خطبه وبعد درس وبعد ندوه. الناس راهو يتعب، راهو التوانسه يحبوا تفرهيد والعرب والنغار، شعب فنان وذواق عام. نحبوا ما بين الخطبه والمحاضره شويه فطر، شويه مسرح، شويه سينما، شويه ارشاد، فواصل، فاصل ثم نعود ثم نواصل. وينهم الشباب اللي مش يقراوا المسرح ومش يقراوا السينما؟ نهار كل اللوم على غيرنا اليسار، وعلى خاطر احنا غبنا، ماناش متواجدين، ما دام تغيب فهمتي؟ هكا هم بيحلوا محلنا. ولذلك لابد ان نتواجد في هذه القطاعات، قطاعات حاسمه وهامه، وان نملاها بالمضمون الاسلامي. كي تقول لي الكاس هذا شنو حكمه؟ نقول لك الاصل في الاشياء الاباحه، حلاله حلال وحرامه حرام. اذا كان تحط فيه اعلام اسلامي، ثقافه اسلاميه، فهو حلال. فان شاء الله ربي يعبينا بهذه القيم الزكيه المباركه، وتكون هذه المحطات في السيره النبويه محطات زخم، نزداد بها ايمانا وروحانيه وقدسيه وقربى ومحبه وصفاء وعلما وتعلما ان شاء الله. ربي يبارك في كل شيوخنا وعلمائنا المجتهدين الحاضرين، ويرحم
من مات منهم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، ولا تخرج منا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اذهب أوجاعنا وآلامنا بآياتك الشافية الكافية يا علي يا قدير يا شافي يا كافي، اشفنا بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ما أبقيت لنا من نبضات في قلوبنا وعروقنا، فاجعلنا نحيا بلا ألم ولا كسل يا رب العالمين، وبصحة وعافية وقوة حتى نبلغ رسالاتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على الأنبياء، اللهم صل على سيدهم وخاتمهم، اللهم بلغ حبنا وشوقنا وأنا ندفع عن دينهم ما استطعنا. اللهم اذكرنا عندك الآن في عليين، اذكرنا بأسامينا يا رب العالمين، بأسمائنا وأبائنا وأمهاتنا عند جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة عرشك وخدامك يا رحمن يا رحيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، أعنا على صيامه وقيامه، اللهم نجح أبناءنا في امتحاناتهم وبناتنا، ارزقهم الصلاح والرباح والنجاح والفلاح، حصن عقائدهم، حسن أخلاقهم، اللهم استر بناتنا بالحجاب النير الزكي يا رب العالمين، اللهم اجعل من شبابنا متعلما كاسبا يسعى بالإسلام والنور في الدنيا يا رب العالمين، اللهم حرر أقداسنا، حرر أقصانا وأسرانا، اللهم مكن لنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين، اللهم حرر إخواننا في سوريا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا على التواغيت، حرر إخواننا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، علها ساعة الإجابة، عل منا من تستجيب دعوته يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتكرمنا وتنعم علينا يا رب العالمين، لأجل عين ترى ألف عين، لأجل عين الحبيب ارحمنا يا ربنا، اللهم آمين. اللهم ربي في البدء وفي الختام، صل وسلم على حبيبك بدر التمام سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.